يبدو أن الساعات القادمة ستكون حافلة بالكثير من التطورات المتصلة بالحرب التي يخوضها الجيش بحضرموت وفي أكثر من موقع ضد ما يصفه قادته ببقايا فلول تنظيم القاعدة بالمحافظة. ففي هذه المرتفعات في الهضبة الوسطى وتحديدا في منطقة وادي عمد تمكنت قوات النخبة الحضرمية وبعد اشتباكات مع عناصر مسلحة من فرض سيطرتها الكاملة على طريق عقبة عيزر التي يعتقد على نطاق واسع أنها تستخدم كممر لمسلحي التنظيم في تنقلاتهم بين محافظتي حضرموت وشبوة. وبالتزامن وهذه التحركات تتجه الأنظار صوب المنطقة الغربية للمحافظة حيث عمد الجيش إلى تكثيف تواجده واستحداث عدد من الحواجز العسكرية وإغلاق المنافذ الرابطة بين مناطق الساحل ووادي المسين بشكل كامل، إذانا ببدء ما وصفها المتحدث باسم المنطقة العسكرية الثانية بعمليات تطهير الوادي من أي تواجد لمسلح القاعدة. فوادي المسين الواقع إلى الغرب من المكلا ويربط بين مديريتي حجر وبروم ميفع بات ينظر إليه كأحد أهم معاقل القاعدة في المحافظة. الحرب مستمرة على الإرهاب أينما وجدت وأينما كانت، ولذلك يمكن أنتم لاحظتوا خلال أمس والبارحة أنه في انتشار عسكري وأمني في غرب المكلا في اتجاه المناطق اللي غرب المكلا بالأخص، فنحن نلاحق فلول عناصر إرهابية فرت إلى الجبال في اتجاه حجر اتجاه المديريات هذه. إذن هي طبول الحرب المؤجلة منذ معركة المسين الأولى قبل أكثر من عام تقرع اليوم من جديد، وهي المعركة التي قال الجيش حينها أنه تمكن خلالها من قتل 30 من عناصر التنظيم. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.